الإعلام أحد أقوى الكيانات في حياة المجتمعات. هو جزء لا يتجزأ من النسيج الأمني للدول. هو خط دفاع استراتيجي يتصدى للحملات التي تستهدف أمن الوطن وسلامته. هو من يثقف الفرد ويبث فيه الرسائل التوعوية. وفي ميادين العمليات هو من يغذي الصفوف الأمامية علماً وروحاً ومعنوياً. الإعلام درع من دروع الوطن. بمباركة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قراراً بإصدار مجلة درع الوطن. وقبل 4 أشهر من قيام الاتحاد صدر العدد الأول من المجلة. وأراد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي كان وزيراً للدفاع آنذاك، أراد أن تكون المجلة حاضرة لتوثيق لحظة ميلاد وطن تزين غلافها صورة تاريخية للحكام عند رفع العلم وإعلان الاتحاد. نصف قرن هو عمر مجلة درع الوطن. نصف قرن شهدت خلاله المجلة 7 مراحل جسدت رسالة الدولة ورؤية القوات المسلحة وفق نهج حكيم لقيادتنا الرشيدة. مرحلة التأسيس هي البداية ونقطة الانطلاق لما أريد للمجلة أن تكون عليه اليوم. فالرغبة في التحدي وإثبات الذات مكنها من ترسيخ هويتها وتفردها من حيث الشكل والمضمون، فقد كانت أول مجلة عسكرية ملونة في المنطقة. المرحلة الثانية مرحلة الثقة. كانت المجلة منبراً لكلمات أصحاب السمو الشيوخ، انطلقت بثقة لرصد التطورات التي شهدتها البلاد، وشاركت المجلة في تهيئة الرأي العام لخطوة تاريخية وهو قرار توحيد القوات المسلحة عام 76. المرحلة الثالثة مرحلة الثبات والعطاء. كانت تحت إشراف مباشر من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان رحمه الله، جددت المجلة في أبوابها وموضوعاتها وسياسة تحريرها، وشهدت إصدار ملاحق خاصة بالمناسبات الوطنية. المرحلة الرابعة مرحلة الانتشار والمصداقية. انفردت المجلة في تلك المرحلة بلقاء مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عندما كان آنذاك برتبة نقيب. وأكد سموه في ذلك اللقاء أن مجلة درع الوطن هي صورة للقوات المسلحة. المرحلة الخامسة رؤية جديدة وطموحات كبيرة. أدخلت صفحات باللغة الإنجليزية ودمجت مجلات القوات المسلحة الجوية والبحرية والطبية ضمن مجلة درع الوطن، فكان عصرها الذهبي. المرحلة السادسة مرحلة التمكين. وضع نظام أساسي متكامل للمجلة يحدد إصدارها مجلة شهرية متخصصة في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، ويوضح أهدافها في إبراز الوجه الحضاري للقوات المسلحة في مختلف المجالات. المرحلة السابعة مرحلة الاستعداد للـ50. وضعت خطة استراتيجية للاستفادة من جميع أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها لدعم المهام الصحفية للمجلة والاحتفاظ بقصب السبق في المجال الإعلامي العسكري، خاصة فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية، من خلال جعل درع الوطن منصة مهمة لعرض المنتجات والمبتكرات والتقنيات الدفاعية عالميا. 50 عاماً ودرع الوطن تسهم في مساعدة شركائنا الاستراتيجيين من شركات الصناعات العسكرية إعلامياً في الوصول إلى صناع القرار في مختلف دول العالم. 50 عاماً يد تحمي، يد تبني، ويد تسجل وتوثق. 50 مقبلة ترتكز على مبادئ وطن
يحميه جنود في ساحات الوغى وجنود تمسك القلم، جنود الإمارات، جنود الحرب والسلم، جنود الرصاص والكلام.